انا اللي دخلت وغسلتها مع المغسله حضرتك، انا دخلت ولقيت راسها مقطوع حضرتك، وتقرير الطب الشرعي كاتب برضه نفس الطريقه حضرتك، ان لقينا راسها مقطوعه، ضرب بسكينه اتكسرت السكينه، جرها ووداها على المطبخ وكمل بالسكينه الثانيه. يعني بنات الناس برضه يمثلوا بجثتهم، يا اخي موتها بس ما تمثلش بجثتها، ده وحش من الوحوش، ده لابد ان يعدم في مكان عام. انا بناشد جميع المسؤولين بالاستعجال في هذا الموضوع، اتمنى ان توصل صوتنا للناس كلها، جميع السادة المسؤولين، النائب العام، الاستعجال في هذه المحاكمة، المحاكمة مكتملة الأركان. أقسم لك بالله العظيم زمايله قالوا الولد ده في عز الشغل يأذن العصر، يأذن الظهر، يسيب العمل ويدخل على المسجد يصلي. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعالوا نشوف جريمة النهاردة اللي حصلت في محافظة أسيوط، مركز اسمه مركز الفتح، قرية اسمها قرية الفيماء. احنا كنا جبنا من فترة، ولو انتوا فاكرين معايا، العريس اللي اسمه محمد، اللي في يوم صباحيته، يعني احنا هنعرض لكم فيديوهات من ليلة الحنة وهو بيرقص مع عروسه، وهنعرض لكم فيديوهات والعروسة فرحانة وقمة الجمال والأدب والأخلاق، وهنجيب لكم فيديوهات والعروسة بترقص مع أهلها وبيتها وناسها، فيديوهات حصرية لينا جبناها من أسرة العروسة. كنت أتمنى أن أبوها وأمها يوافقوا أن أنا أصور معاهم، لأن الطب الشرعي نصر البنت، الطب الشرعي أظهر براءتها وطهارتها، لكن للأسف عادات وتقاليد قرية الفيماء أن محبوش يطلعوا ولا يتكلموا، محدش يشوف وشهم، فأنا تقبلت منهم هذا الموضوع، لكن هيكون لنا مداخلة معهم دلوقتي. البنت اللي حصل يتقدم لها الشاب ده من سنة، متدين جدا، ملتزم جدا، الناس كلها بتشكر فيه، يتقدم للعروسة أزهار، أدي محمد أهو وأدي أزهار صوره، وهنشوف فيديوهات دلوقتي وهم بيرقصوا مع بعضهم وفرحانين ومية مية. العريس جهز وكله تمام، وخد عروسته وطلع على شقته في بيت أبوه، واخد دور، واخد شقة لوحده. على الساعة 3 الفجر 4 الفجر اتصل بأم العروسة وأبو العروسة: أنا دخلت يا جماعة، والحمد لله رب العالمين، وربنا يخليك يا حاجة، وربنا اللي احنا بنقول عليها عندنا في الفلاحين، قولوا لأبوها إن كان جعان يتعشى. يعني خلاص البنت أنا دخلت عليها، هو اللي اتصل الساعة 3 صباحا أو 4 صباحا بعد ما دخل عروسة، هو اللي اتصل بابوها وأمها، وأمها فرحت وأبوها فرحت، والحمد لله ده عادات وتقاليد. عندنا حاجة اسمها صباحية بقى، الصباحية طبعا هم العريس والعروس سهرانين لغاية قرب الفجر، مش معقول هنروح لهم الساعة 9-10، العادة بنروح لهم على العصر. الأب خد الأم وخد الأولاد ورايحين يباركوا للعروسة في شقتها، واخدين معاهم الحمام والكبدة واللحمة والعيش السخن ومية مية وزبدة وجبنة وبتوع الحاجات اللي متعرف عليها، وداخلين بالزغاريت. العريس اتصل بيهم وقال لهم أنا دخلت على البنت. العروسة فرحانة، بتحضن أبوها وبتحضن أمها وبتحضن إخواتها، قمة الفرح، والعريس فرحان والدنيا هيصة، وأبو العريس وأم العريس كلهم، لأنه نكون في بيت واحد. الكلام ده كان على العصر. على الساعة 6 مساء جه تليفون لأبو العروسة وأمها، ده فيه ضابط المباحث ورجالة الشرطة والمخبرين وأمناء مليين البيت عند بنتك العروس. أدي طبعا مفيش حاجه في دماغه. راحوا لقوا رئيس المباحث واقف، ايه اللي حصل؟ قال لك العريس
قتل العروسة ودبحها. ده في الصباحية في نفس اليوم، لأن الصباحية عندنا في الصعيد الناس بيروحوا العصر، اسمها الصباحية، لأن محدش بيروح بدري. العريس سهران الليل كله، هروح له الساعة 10 الصبح، فالناس بتقولك سيبهم نايمين ما بيقوموش غير على العصر، فاسمها الصباحية. طب قتل العروسة في الصباحية ليه؟ لما اطلعنا على التحقيقات في النيابة، العريس بيقول أنا دخلت عليها الساعة 3 فجرا واتصلت بأبوها وأمها. الصبح بيقول نزلت لأبويا خبطت عليه، يا باي أنا دخلت عليها وما فيش دم. قال له يعني يا ابني ما فيش دم؟ أصبر يا حبيبي وهقول لك. أنت خايف ليه؟ عارفين أخلاق البنت كويسة وأهلها كويسين، نبقى ناخدها للدكتور. انا بسمع ان في بنات كتير ما بينزلش منها دم نتيجه الغشاء بتاعها بيبقى مطاطي. اصبر ناخدها للدكتور. قال له بقى انا هطلع اذبحها. ابوه قال انت مجنون، ناخدها للدكتور يا ابني. اما انت كنت بتتصل بابوها وامها وقلت دخلت لها، ولما كانوا بيزورونا قلت لهم ان انت دخلت لها؟ قال له ما اعرفش، انا ما لقيتش في دم. قال له اصبر نوديها للدكتور، مش عايزين فضايح. الواد طلع فوق عند عروسته، مسك السكينه دب دب دب، شدها من شعرها، كانت البنت انتهت، السكينة اتكسرت في صدرها، راح جاب سكينة من المطبخ وراح فصل راسها عن جسمها ونزل عند ابوه تحت، خبط على الباب. يا باي، قال له انا جبت راسها. جبت راسها؟ فتح الباب لقى ابنه ماسك شعر العروسة كده وماسك راسها والدم نازل بالشر من رقبة البنت. يا ابني كذا، يا ابني كذا، يا ابني كذا، قفل الباب في وشه شنقته وراح متصل بالشرطة والنجدة. جه الشرطة والنكدة، عملت لها كده يا ابني؟ اتهم البنت في شرفها وفي عفتها، رغم ان البلد كلها يعرفوا البنت دي بأدابها وأخلاقها وحسن تربيتها. وجه تقرير الطب الشرعي، انا هبين لكم صور منه، كلها قالوا ان العريس دخل على العروسة وهناك تهتكات حالية يعني لسه دخل عليها. الأكثر من كده الطب الشرعي قال لك الدخول تم في حوالي الساعة الثالثة أو الثالثة صباحا يوم ما اتصل بأمه، وإن كان في دم وإن كل حاجة وإن الموضوع البنت شريفة عافية. على كل منهم تعال نعرف الحقيقة كاملة من أهلية البنت. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج، اخبارك ايه؟ الحمد لله نحمد ربنا. الحاج بقى اسمه الحاج مين معلش؟ معاك عبد الحكيم محمود حضرتك. الحاج عبد الحكيم محمود، تقرب للشهيده ازهار، تقرب لها يا حاج. عمها. انت عم ازهار اللي هي العروسه. تمام. انت بعت لي فيديوهات، العريس كان فرحان، العروسة كانت بترقص، العروسة زي القمر، الناس فرحانين. انتوا كنتوا ضاغطين مثلا على العريس ياخدها؟ كنتوا ضاغطين على العروسة تاخده؟ يعني ما كانش فيه رضا من ناحيتين يا حاج عبد الحكيم؟ لا والله الجميع كان موافق وكانوا فرحانين بطريقة لا تتصورها. ما الفيديوهات اللي انت بعتها لي فعلا فرحانين جدا، وبيقول العريس بيرقص مع العروسة وابوها بيرقص معها والدنيا حلوة جدا، وام ام العريس هي اللي بترقص حضرتك من ضمن الفيديوهات اللي انا بعتها لحضرتك. طيب يا حاج، ازهار دي كل الناس بتشكر فيها وفي اخلاقها، والناس احنا من بيئة متدينة وقرية حضرتك، نعرف الاصول ونعرف تربية البنات، ما عندناش اي شيء ولا عندناش بنت تخرج ولا تطلع ولا الكلام ده كله. تمام. هي العريس محمد ده يقرب لأزهار العروسة من ضمن العيلة، ابن عمها، يعني عيلة واحدة. انتوا الاتنين عيلة واحدة؟ عيلة واحدة حضرتك. طب محمد، انا لما سألتك على محمد قبل ما ادخل معاك التصوير قلت لك محمد ده لما شفت صوره حاسس ان هو مش مظبوط، يعني غريب. قلت لي بالعكس ده متدين جدا والناس كلها بتشكر فيه. ده طالب ازهري، كان طالع من الازهر حضرتك، ثانوية عامة ازهري، وحفظ القرآن وبيصلي وبيصوم، والجميع بيشهد له ان راجل كويس. احنا ما اخترناهوش كده وخلاص، لا ده راجل متدين. طيب الخطوبة استمرت قد ايه او الشبكة استمرت قد ايه؟ حوالي
حوالي سنة حضرتك. سنة السنة كان بيجي يزوركم يقعد مع العروسة؟ أصلا ممكن يكون بيجي وبيتردد وبيشتري لها موبايل وهدايا وبيدي مصالح أبو العروسة. إما كان يطلب منه خدمة مثلا أجدل المصلحة دي كان بيروح يضهانه، يعني كانوا بيعملوا زي ابنهم زي ابنه، لدرجة ما جاء في موضوع الشبكة وبتاع ما جاء يشتروا الذهب قال لي يا ابني لو كنت مزنوق في الذهب وعاوز تقلل من الفلوس ما فيش مشاكل. ده أبو أزهار كده، أبو أزهار قال لعريس بنته لو معكش فلوس يا ابني وعايز تقلل من الجيمة ما فيش مشكلة. ما فيش أي مشكلة، قال له احنا ولد عم واحنا غطى وساتر، قال له لا الحمد لله مستورة وكويسة. طب يعني هي لما كان بيجي يزور العروسة في البيت كانت ممكن تكون البنت مش بتديله وش، كرهاه، قالت له انا مش عايزاك؟ بالعكس حضرتك، ده انا ممكن ابعت لك الحاجات اللي كانوا بيبعتوها لبعض في التليفونات وبتاع، حاجات كانوا بينهم وبين بعض كويس، يعني كانوا بيحبوا بعض يا حاج. كانوا بيحبوا بعض. الله. طيب بعد ما انتهت الاجراءات كلها والشبكه وكتب كتاب وعملته وفرح وحفله اللي انت بعتها لي دي، ودنا له العروسه وراح الاستيشن وراح وكل عمل فوتو ستيشن وعمل كل حاجه وكوافير وكله تمام. هو ساكن في بيت ابوه واخد شقه لوحده. ابوه ساكن في الدور الارض وهو ساكن في الدور اللي فوقيه. تمام. ليه اخوات متجوزين محمد ده؟ لا ماليش اخوات متجوزين. تمام. يعني هو كبير يعني؟ هو الكبير. طيب خد أزهار في عربيتكم وزفتوهم وودتوهم لغايه شقته. تمام. وطلعوا فوق الساعة 3 الفجر، في عريس بيتصل الساعة 3 الفجر بحماته وحماه يقول له ما أنا دخلت على بنتكم. بتبقى عندنا عادات زي كده، بيطمن أهل العروسة بيقول لهم أنا خلاص دخلت، عادات بتبقى عندنا كده. عادي يعني الساعة 3 4 الفجر اتصل بأبو العروسة وأم العروسة وبارك لهم وقال لهم أنا دخلت ومية مية. قال أمورنا تمام ومية مية. تمام. طيب نيجي للصباحية بقى، الناس عندك مصابها بيروحوا الساعة كم الصباحية؟ بنروح بعد العصر حضرتك. يعني على الساعة 3:30 4. 3:30 4. بتاخدوا معكم ايه بقى وانتوا رايحين؟ بناخد الحمام وبناخد لها النقطة وبناخد لها بسكوت وفاكهة وكل حاجات اللي هي تملى التلاجة لبنتك. طيب تمام. استقبلكم كان فرحان والبنت كانت فرحانة ولا كانت الوسوس متغيرة بأمانة؟ كله كان فرحان وأمها وقفت ورقصت وقعدت تغني حضرتك. أم العروس ست أمها ده اللي هو يوم الصباحية. طب الواد لما دخلتوا عليه كان عادي ولا كان مرتبك؟ كان ولا عادي وجاب لنا الحاجة السادعة وكل حاجة حضرتك. الله. يا سبحانك يا رب. وقعدنا حضرتك بنقعد في حدود نص ساعة ساعة لربع. أيوة عريس وعروسة ما فيش حد هيقعد معاهم. أيوة. وخدنا نفسنا ومشينا. أمور مستقرة وطمننا على بنتنا ورحنا للنظام اللي بنقطناها وبتاع. طب أبو العريس وأم العريس اللي ساكنين في الدور الأرضي طلعوا معاكم فوق وشافوا الزيارة وقعدوا مع العريس والعروسة ولا أنتوا كنتوا فوق وهم كانوا تحت؟ لا طلعوا معانا ونزلوا حضرتك. بيطلع بيقولوا سيبهم مع بعض شوية إن احنا مش بنطول حضرتك. يعني قعدتنا بنروح يعني يدوب بنبارك للعروسة ونقعد شوية. طيب. ونقعوا يزغرطوا ويدوه والفرحة كل واحد يروح. طيب يا حاج عبد الحكيم، حكاية زمان حكاية الفوطة والدم على الفوطة الحاجات دي انتهت من زمان، لسه موجودة عندكم في الفيما ده ان شرف البنت على منديل يوريها لأهلها ولا الكلام ده خلاص انتهى؟ لا الكلام ده بس البنت ورت لامها والناس اللي موجوده وروا النسوان حضرتك الستات، يعني عماتها وخالاتها دخلوا الاوضه وشافوا الدم على السرير. وشافوا الدم. طيب افهم بقى يا حاج ازاي الشاب محمد العريس نزل لابوه الساعه 6 المغرب وخبط على الباب وقال له ده ما فيش دم؟ ده الأقوال اللي قالها حضرتك دي، الأقوال اللي قالها حضرتك للنيابة إن هو نزل أبوه اللي قال ابني نزل تحت وبيقول للبنت ما جابتش دم كذا كذا، قال يا ابني أصبر وبتاع، قال وجا طالع فوق وبعد نص ساعة ولا ساعة نزل له براسه في إيد والسكين في إيد تانية، راس العروسة في إيد في ايده، ما نزلش الجثة كلها، ده كان قطع راسه. لا راسه بس حضرتك وتسكين في ايد تانية. ابوه من الاقوال، احنا ما كناش موجودين، ابوه من الاقوال، احنا لو موجودين كنا كناه هو وابوه وامه واهله كلها.
ده البنت صغيره، البنت ما كملتش 20 سنه. كنا كملناه. للاسف ابوه اتصرف التصرف اللي هو يا ريته كان بلغنا. لا ده قفل الباب واتصل بالنجدة الشرطه. النجدة جاء ضبط المباحث وبتاع. اتصلوا بينا الاهالي عاد الجيران الحقوا عند بيت العروسه في شرطه تعالوا شوفوا. مرضوش يقولوا لابوها وامها وليك ان الواد قتل البنت، قال لكم تعالوا شوفوا. ما قالوش. رحنا هناك، انا واحد اول واحد رحت هناك لقيت رئيس المباحث فبقول له ايه اللي حصل؟ قال العيل قتل البنت. ده انا هدخل اشوفها. قال لي ممنوع. قال لا ما تقدرش تدخل تشوفها. ليه؟ قال لي لا ما تدخلش. فهمت ان في وضع غلط، في حاجه صعبه منعنا ان ادخل اشوف المنظر. صبرنا حضرتك لحد ما جات نقلوه هو الولد ونقلوا العروسه للمستشفى وللطب الشرعي. طب انت عرفت منين يا حاج ان هو قطع راسها خالص ونزل من الدور الثاني لابوه ومسكها من شعرها راسها بس وجيتها فوق؟ انا عرفت من اقوال ابو العريس حضرتك، الاقوال موجوده معايا حضرتك، اقواله في النيابه. طب انتوا بتغسلوها؟ كانت راسها فعلا لوحديها وجسمها؟ انا اللي دخلت وغسلتها مع المغسله حضرتك. انا دخلت ولقيت راسها مقطوع حضرتك، وتقرير الطب الشرعي كاتب برضه نفس الطريقه حضرتك ان لقينا راسها مقطوعه ومنفصله خالص. هو استخدم سكينه ولا اتنين يا حاج؟ نعم استخدم الاول من اقوال ضرب بسكينه، اتكسرت السكينه جرها وداها على المطبخ وكمل بالسكينه الثانيه. المشكله ان هو محترف احتراف كامل بهذا الموضوع. امبارح كان معروض حضرتك للنيابه، فالنيابه بتساله انت اللي قتلت؟ قال ايوه انا اللي قتلت. انت في كمال قواك العقليه؟ قال انا في كمال قواي العقليه. الإنارة كانت واضحة؟ أيوة الإنارة كانت واضحة. الأرض كانت قال الأرض سيراميك. كنت متأكد؟ ومثل ومثل الجريمة سعادتك. جه البيت ومثل الجريمة. مثل الجريمة مرتين مش مرة. أيوة إيه تبريره يا حاج طيب؟ إيه تبريره؟ التبرير إن البنت ما نزلتش دم. أما السرير بيعمل أما الدم اللي على السرير بتاع مين؟ تبريره ليه عملت كده؟ أنا دخلت عليها والبنت ما نزلتش دم. مع العلم سعادتك تقرير الطب الشرعي بيقول تبين من خلال الفحص وجود قطوع بغشاء البقرة عند الساعة الثالثة. الساعة الصباح اللي هو وقت إن اتصل بابا هم بعد ما دخل على وحوافيه مدمدمة وبين قوسين علامة الحداثة. الله. يعني الموضوع ده يعني براءة 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 يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا اللي خايف منه سعادتك. إحنا في حاليا شعلة من النار. إحنا هم سابوا البلد وماشوا. إحنا لو مسكنا أبوه أو أمه أو أخوه أو حد ما أقولكش إلا هيا ليه. تبقى برضو يعني يا حاج إحنا دلوقتي يعني أبوه ولا أمه ولا أخواته زنبه هين برضو يا حاج ما تزعلش منه. يعني بنات الناس برضو يمثلوا بجثتهم يا أخي. موتها بس ما تمثلش بجثتك. ويموتها ليه؟ ما يطلقها يا اخي. وديها الباير على بيت ابوها. الباير على بيت ابوها. وديها اتصل بابوها وقول له تعالى خد بنتك نعرضها على الطبيب. انما تعمل في بنات الناس كده ده حاجه ممنوعه. ده وحش من الوحوش. ده لابد ان يعدم في مكان عام. وعلشان كده انا بقول القضيه مكتمله الاركان. ايه ليه ما حاكمش فيها؟ مكتملة الأركان. الولد محترف وأبوه محترف عليه وأمه محترف عليه. السلاح موجود اللي ضرب به السكينين محرزين. إيه عدم الإعدام؟ إيه مستنيين ما البلد تخرب؟ لا يا حاجة لازم إجراءات التقاضي ولازم يتعين له محامي ولازم يكون في مرافعات وتتأجل مرة واتنين. دي إجراءات تقاضي يا حاج ما تستعجلش يا حاج عبد الحكيم. في حالة عدم وجود الأركان إمتى؟ لو التحريات بيقولوا إن فلان ده قتل وهو بيقول انا قتال. دي اجراءات تقاضي يا حاج لازم تمشي على مهلها خالص. لكن هو الولد معترف. طب مهل ايه؟ واهل الناس دي هيسكتوا يا حد؟ انما لو اعدم هذا الولد هيطفي النار الدنيا هتبقى كويسه. انما مش هيعدم. في تصرفات بتبقى تانية. ليه احنا نخلي التصرفات التانية؟
طب البلد عندكم يا حاج في حد تقول على البنت يعني ولا البلد فهم؟ أبداً. احنا اصل البلد عمدة البلد حسنين ده عمدة الفيمة من ايام 56 حضرتك. يا ده ربنا عن جد يعني معروفين اصل واصول والحمد لله مبسوطين والدنيا مستوره. ابوها عامل ايه دلوقتي وامه؟ امها لما شافت انا صعبه انا حضرتك عرضت عليه ان يطلع مع حضرتك. انا قلت لك انا نهائي رافض الاب. الله يكون في عونهم الله يكون في عونهم. عاوز ينتقل اصل البنت 22 سنه ولسه ده ما لحقتش تفرح. ده امبارح في اللي كانت بترقص. ما فيش غيرها البنت ما فيش غيرها. لا اله الا الله. يعني ايه صبرين ليه عليه ان ده ما يتعدمش في مكان عام؟ انا بستغرب بس العروسه وهو متصل بابوها وامها ومطمنهم وشايف الدم على السرير ويا ناري هو داخل عليها بالسكينه بمواته. كانت بتقول له ايه يعني؟ ايه هو ده؟ ايه هو ما حصل ده؟ اللي بيذبح فرخه بيخاف. اللي بيذبح فرخه بيخاف. اما بيكون عندنا ضحيه ونجري ما نقدرش نخلص راس حاجه ده يخلص راس يمشي. ايوه فعلا الواحد لما اللي بيذبح فرخه بيخلي الراس فيها. والله صحيح قضيتين، قضيه قتل وقضيه تمثيل بالجثه. دي فيها اربع رجاله يقتلوا عندنا، المره برجلين والتمثيل بالجثه باثنين. عاوزين نطفي النار دي كلها باعدام الشخص في مكان عام. هل ده طلب مستحيل سعادتك؟ لا مش مستحيل، بس الاجراءات تقاضي يا حاج. انا فاهم وبقول لك ده لازم الموضوع ياخد له في النيابه، في بعد النيابه والتحقيقات، والمحامي هيطلب ان الولد يتعرض على المستشفى لبيان مدى سلامه قواه العقليه، يقعد 45 يوم وفي الاخر يرجع تاني ويبتدي المحامين ياجلوا. تقعد له يا حاج في المحاكم. ابو العريس رافض ان يرفع له محامي. مفيش محامي. المحكمه لازم يدي اجراءات يا حاج. انتدبت امبارح المحكمه. لازم انتدبت المحكمه. قالت يجي واحد متطوع ودخل واحد متطوع. لازم اول حاجه هيطلبها العرض على المستشفى الامراض للتاكد من سلامه قواه العقليه. مفيش حد سليم 100% اهو ليش؟ ما مش احنا اللي نقول المستشفى اللي تقول بعد 45 يوم. بعد كده اجراءات التاجيل والحاجات دي انت عارف، واطلاع على التحريات ومناقشه الشهود وسهريه طويله يا حاج. لكن في الاخر انا بقول لك اهو ده قتل مع سبق الاصرار والترصد وهياخد اعدام. فانتوا صبرا جميلا والله المستعان. ده حضرتك ده مصر. السكينه اتكسرت مصر وراح جاب سكينه تانية. في اصرار اكتر من كده؟ طب ما حدش كلم وقال له يا محمد انت يعني ما شفناهوش. انا نفسي اشوفه انا قلت بالظبط عاوز اقابله اشوفه. طب اثناء كان بيمثل الذبح وفي الحاجات في البيت، ما بتبقى البلد كلها شايفاه وهو نازل متكلبش حضرتك؟ لا بيمنع حد اي حد يشوف الموضوع ده. بيمنع، بيعملوا كردون من رجال الشرطه. رجال الشرطه ممنوع، هم بس اللي يشوفوا حضرتك. ده ما لحقتش تفرح في فرشه يا حاج، ما لحقتش تفرح. انا لحقت تفرح باي حاجه؟ بقول لك الحمام مودين حمام حضرتك، وديهم 30 جوز حمام. 30 جوز؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ملحقتش يا جدعان، ملحقتش تفرح. وللأسف الكبير بعض التواصل الاجتماعي أدار البنت بأي أساس وبدون ما يعرفوا أي حاجة سعادة. ما أنا بقول حتى هنفترض إن ما نزلش في يعني عفوا أنا آسف بتأسف للكلام ده، حتى لو ما فيش دم كان ختلوا دكتور. ما في بعض البنات بيبقى صعب لازم التدخل جراحي لفض غشاء البكار. ما راحش كشف هو أنت بتقول لي متعلم ثانوي أزهر يحافظ القرآن، طب ما خدهاش للدكتور ليه؟ يا اخي تعالى اتصل بابوها قول الامر كان ده. انا سالت بعض الناس حضرتك بيقول لك غشاء البكر ممكن ما يتفضش غير عند الولاده. ايوه هو ده المطاط اللي بنقول عليه، كان المفروض ياخدها عند طبيب يقول له. ايه هو ده غريب غريب غريب. يعني احنا حاليا في شعله من النار حضرتك موجوده داخل قريه الفيحاء. وبعدين هو زعلان ليه؟ يعني ده هو مش هنقول مراته خانته، ده انت اللي بينك وبينها لسه داخل عليها طلقها وتبقى فضيحه ما بعدها فضيحه. ما اعرفش هو ليه عمل كده. هو كان دخل لقى واحد معاها عشان يقطع راسها عن جسمها.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة يعني إلا بالله. احنا لم نتحدث في هذا الموضوع حضرتك، وما رضناش نتكلم في الموضوع إلا بعد ظهور التقرير الطبي. ما كانش محتاج، لأن أنا سألت في البلد عندكم يا حاج، الناس كلها بتشكر في البنت، ما كانش محتاجة طب شرعي، الناس كلها بتشكر. مع للأسف التواصل الاجتماعي لبعض الحاجات اللي نزلت، اللي بيقول الولد بيقول كذا والولد بيقول كذا. من امبارح الصحفيين حضرتك اللي اختلتين عاوزين نبرئ البنت، احنا اخطأنا عاوزين نبرئ البنت. اصل يا حاج مش عايزك تلوم على السوشيال ميديا ولا الصحفيين، عريس يدبح عريس عروسه الصباحية محدش يتوقع غير ان هو دبحها ملكاش بنت، فانت ما تلومش على حد من السوشيال ميديا ولا الصحفيين، لان هو ده المنطق. اللي عمل الولد ده حاجة مش مظبوط. ايه اللي يخليه يدبح عروسته وهو متصل باباها وامها الفجر ومطمنهم؟ ايه اللي يخليه ونزل لابوه وابوه قال له اصبر يا ابني وكانوا ختلوا الدكتور؟ ايه اللي يخليه يعمل كده؟ وليه الاصرار على قطع الرقبه؟ ما هدي يا استاذ حبيبي، عشان كده انا تهيألي ايه، انا قلت البنت، انا تهيألي البنت قالت له انا ما كنتش عايزاك، اديك دخلت عليا وتاكدت ان انا بنت، انا ما كنتش عايزاك وابويا وامي هم اللي ضغطوا عليا واتجوزت. اتعفرت هو لما جايت له كده وراح دبح. انت بتقول لي البنت كانت فرحانه والفيديوهات اللي بعتها لي كانت فرحانه، ده بيرقصوا حضرتك وفرحانين فوق ما تتصور، فوق ما تتصور. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بناشد جميع المسؤولين بالاستعجال في هذا الموضوع، اتمنى ان توصل صوتنا للناس كلها، جميع الساده المسؤولين، النائب العام، الاستعجال في هذه المحاكمه. المحاكمه مكتمله الاركان، مش محتاجه يا اخواننا حاجه، حقنا للدماء ومنعا للدماء اللي هتحصل خوفا على الناس وخوفا على حياتنا وحياة غيرنا. انتوا ناس حافظين كتاب الله ومتدينين والعروسه كانت مؤدبه جدا وامها ست فاضله وابوها راجل محترم، انتوا مش بتاع قتل ودم يا حاج. هو هياخد حقها بالقانون. وبعدين انت فاكر خلي ان محمد يتعدم، هو محمد ايه بالنسبه للبنت؟ ولا يسوى فرده شوز في رجلها، ده كلب. يعني حتى موت محمد مش هيرجع اظهاره ومش هيرجع البنت اللي زي الورده اللي اتدفنت واللي حجتش تفرح. يا ربنا يعدل الايام دي على خير. خير ان شاء الله. هم ابوه وامه واخواته وضغط قاعدين فين يا حاج؟ لا انا اعرفهمش قاعدين فين. هم عندهم ارض وعندهم دار وغيره، عندهم ارض وكله سابوا البلد ومشوا حضرتك. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني شرد عيله كامله، شرد عيله كامله. ام الولد بنت عم شقيقي. انت بتقول ام المجرم ده العريس ده تقرب لك ايه حاجه؟ ابن عم فقان حضرتك. يعني ده لازم لا اله لازم فقان من العيله، من العيله. انما امه بنت عم شقيقي. يا ده ام واحده منكم، مننا. طب امه حد كلم امه؟ ما شفناهاش. ده لدرجه اقول له هو ابن عمي، قلت له فين اختك؟ قال والله العظيم ما اعرف ولا اتصلت بي. قالت اتصلت مره، قالت اعتبرني موت. ده اله الا الله. قلت له هات اختك، هات بيتك، اللي خوف نلقل هناك نلقى كذا ولا كذا، بنتنا هتضيع. قال والله انا بعت لها حد وقلت لها تعالوا، هي رفضت وما نعرفهاش فين. المفروض تاخدوها عندكم فعلا، دي واحده تيجي عندنا، ما تقعدش مع ابو الراجل دي، ابو الواد ده ابدا ما تقعدش. لا حول ولا قوه الا بالله. والجهه صغيره، ان بنتها ما كملتش 20 سنه، ممكن تكون امها في الثلاثينات او في اواخر الثلاثينات، في حدود الاربعينات حضرتك او اقل من كده. ما هي ما دام انتم بتتجوزوا بناتكم بدري. كانت كارثه كبيره حضرتك. كانت المفروض تسيب جوسها فعلا وتيجي عندكم بامان، ما كانتش تقعد معاه. لا لا، هي عاد مسره ما نعرفهاش عاد راحت فين. اعتبرني مت. لا حول. على كده ابوك الراجل طيب، ابو محمد ده رجل كويس، عامل شرطه كويس. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ضيع الدنيا كلها الواد ده، ضيع بلد، ضيع عيله كامله. احنا عيله بيت حسنين معروفين في البلد. طب يا حاج عبد الحكيم، زمايل محمد
حدش جه قال لك يا حجي احنا من الاول كنا عايزين نقول لك الواد ده مجنون، الواد ده مش مظبوط، انتوا يا حجي اللي صرحتوا في الجوازه دي، ما احنا كلنا عارفين زمايله ان هو مش اقسم لك بالله العظيم، اقسم لك بالله العظيم، اقسم لك بالله العظيم، زمايله قالوا الولد ده في عز الشغل يأذن العصر يأذن الظهر يسيب العمل ويدخل على المسجد يصلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول له خليك حتى وبصلي، يقول لا لازم أصلي في المسجد جماعة. شوف وصل، أقسم بالله العظيم هذا ما حدث من الناس. سألت بدل الواحد عشرة. طب يا حاج عبد حكيم انت ما قعدتش مع محمد ده ولا مره واتكلمت معاه وشفته بيتكلم ازاي؟ انا الفيديوهات، الفيديوهات والصور اللي انت بعتها لي، الواد عينيه مش طبيعيه، حاسس ان في تخلف فيها يا حاج. لا 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 ده هو طبيعته لونه احمر حضرتك، انما هو ما فيهوش صنف اي حاجه. انا قعد معاه وفي يوم كتب الكتاب قعد معاه طبيعي 100%. ممكن يكون ابوه امين الشرطه هو اللي كان بيتكلم، هو اللي بيشرط، الواد قاعد ساكت. لا بالعكس، ده هو اللي كان موجود وهو اللي بيتكلم وهو كل حاجة. طب يا حاج احنا عارفين انه في الكرة انتشر الايام دي الترامادول والشاب والحشيش. لا مش بيشرب سيجارة. لا حول ولا قوة، انت هتجنني يا حاج. انت اقسم لك برب العزة ما بيشرب سيجارة. انا اول مرة اشوف واحد بنته مدبوحة ومقطوع راسها وقاعد تشكر في اللي عمل كده. انت قاعد تشكر فيه؟ انا بقول لك ما بيشرب سيجارة، ولكن قطع ده ارتكب جريمة شنعاء. لا ومصر عليها، كل ما حد يسأل يقول لك ايوه انا اللي عملت. الاقوال كلها حضرتك، لدرجة الرئيس النيابة بيقول له يا ابني لكل انت ما شايفهاش كويس الاضاءة. قال له الاضاءة شقة كاملة نور وشقة جديدة. طيب الارض تكون اتقلبت مثلا والسكينة، قال له الارض سيراميك مستوي، انا مسكتها وقطعتها لانها ما نزلتش دم. طب ما قالوش انت كنت بتتصل بابوها وامها بتقول له انا دخلت عليها ليه؟ ليه ما اتصل؟ لا انا قطعت رقبتها. لا حول ولا قوه الا بالله. هتقول لي مجنون؟ لا. هتقول لي سحر؟ اقول لك لا. هتقول لي اي حد؟ طب ما قطعش ليه راس ابوه ولا راس امه ولا اخواته ولا الناس اللي قاعد معاهم؟ وما اعتقدش ان هو يعني العين عليه عشان حد يعمل له سحر، وبعدين يعمل له سحر ما يربطوه زي ما في اللغه الدارجه عندنا يتربط، ما اعرفش يجرب عند عروسته. يعني كل الحاجات دي اهو موجود في المركز حضرتك. اعمل معاه لقاء سليم 100% ما فيهوش اي حاجه، وتسألني يقول لك اه انا ضربتها وموتها وقطعت رقبتها. للاسف وزاره الداخليه بتمنع التصوير مع المتهمين دلوقتي، لكن احنا ان شاء الله هنعمل متابعه، وان شاء الله تعالى يوم لحكم الاعدام هنكون معاك يا حاج عبد الحكيم ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله. وانا بشكرك لجميع المسؤولين بالاستعجال. لا حاضر. استعجال حفنا للدماء. حاضر حاضر يا حاج، وان شاء الله ياخد اعدام باذن الله ان شاء الله تعالى. الجريمه بشعه، ده اعدام قليل عليه والله. ما بقول لك اعدامه مش جدا، بيقولوا عليه جدا والله. والاعدام ايه ده؟ اعدام المفروض اعدام اهله كله. ده واحد يا حاج يعني ابوه ولا امه ولا اخواته ذنبهم ايه؟ ده يعني امال ايه؟ ليه يعمل كده فينا؟ ما عارف، كسر فرحه العروسه وكسر فرحه امها وكسر فرحه ابوها. ده ربنا ما يكتب على حد. ربنا كانت عندها في العصر بعد ساعتين تروح تدفنها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله، نحمد الله سبحانه. نحمد الله. اشكرك يا حاج حكيم. تفضل. ربنا ما يكتب على حد. يعني انا دايما بحطه قدامي، بتخيل العروسه دخل عليها الساعه 3 الفجر، وامها باركت لها وابوها فبارك لها ورقصوا وغنوا لما راحوا زاروهم، واخدين 30 جوز حمام وواخدين اكل وشرب، يا دوبك يروحوا بعدها بساعتين العريس ينزل قاطع راسها تماما ونازل شايدها من شارع عند ابوه تحت. انا بس يعني نفسي اسال العريس لما وانت داخل عليها بالسكينه كانت بتقول لك ايه؟ طب يعني لا حول ولا قوه الا بالله. كل ما تفكر يعني اتذكر هو تخيل شكلها وهي بتضرب وما تعرفش بتموتها. لا
وهي البنت انا هوريكم الفيديوهات بتاعتها وهي بترقص وبتغني بقى. دي لو بنت ملعب مش كانت تبقى مرعوبة من الدخلة؟ ربنا يصبر ابوها، ربنا يصبر امها، ربنا ما يكتب على حد. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد.